أشكر جزيل الشكر سيد سمير شعبنا النائب السابق عن الجالية الجزائرية بالخارج على كل هذه التفاصيل فيما الله يجزيك. أنا الرحلات أنا ندائي في 30 ثانية فقط لو تكرمتي، وهذا ندائي للسيد الرئيس لأنه هو القاضي الأول في البلاد. سيد الرئيس أنت أصيل ابن أصيل، وأنت كذلك سيد الرئيس يعني لك مكانة خاصة في قلوب أبناء جاليتنا. نتمنى فقط أن تعطي كذلك تعليمات إلى المعنيين بالأمر أنه يفتحون هذه الخطوط البحرية لأنه مهمة جدا، وكل الجزائريين يتساءلون على الخطوط البحرية أكثر منها جوية بطبيعة الحال. هذا ندائي للسيد الرئيس. شكرا لك سيد سمير شعبنا النائب السابق عن الجالية الجزائرية.